قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب يجتمع الليلة بشكله الجديد لمناقشة عدة أمور، بينها التصعيد في الشمال وطلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من نتنياهو أن يشارك في حكومة الطوارئ أو أن يقوم بحلها بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. للتعليق ينضم إلينا عبر الإنترنت من الناصرة دكتور جمال زحلقة النائب السابق بالكنيسة الإسرائيلي. دكتور جمال، هذه التطورات المتعلقة باجتماع مجلس الحرب والذي يأتي على وقع الصواريخ التي يطلقها حزب الله ورشقات صاروخية كبيرة ومتتالية وصلت حتى حدود صفد اليوم، ما الذي ينتظر منه في ظل من يقرؤون الأمر على أن إسرائيل بالفعل في ورطة سواء شمالا أو جنوبا؟ الجيش يطلب وقف العملية العسكرية، الجيش الإسرائيلي في رفح للاستعداد لمواجهة في الشمال. هذا لا يعني أنه ستكون حرب، لكن إسرائيل تريد أن تضغط وتظهر بأنها مستعدة للحرب. عمليا هي تريد أن تهدد بالحرب وأن يكون هذا التهديد له رصيد، بمعنى أن هناك قوات إسرائيل كافية موجودة بالشمال. هذا هو مطلب المؤسسة العسكرية. ليس بالضرورة أن يستجيب نتنياهو وحكومته لهذا المطلب، لكن أصبحت الآن الجبهة الشمالية أو المواجهة مع حزب الله على رأس سلم الأولويات في الأيام الأخيرة، خصوصا بعد هذا القصف المتواصل الذي يعني أجبر حوالي 200 ألف إسرائيلي إلى البقاء في الملاجئ، والمدارس أغلقت، وهناك يعني شل الحياة ليس فقط في الشريط الحدودي الأول الذي هجره 70 ألف مستوطن، الأمر توسع، وهناك يعني إحساس بأن إسرائيل لا تستطيع أن تستمر بهذا الوضع وعليها أن تبحث عن حل. هناك من يقول أن هناك يعني الولايات المتحدة تدعي بأنه هناك اتفاق ويمكن التوصل إلى اتفاق، لكن في إسرائيل ينفون ذلك ويقولون أن يعني الاتفاق بعيد المنال. لهذا السبب الجبهة الشمالية مع حزب الله مرشحة للتصعيد، ولكن خوض الحرب هي قضية أخرى تماما، لأنه هناك يعني بعض الأمور المهمة جدا جدا التي بدونها لن تستطيع إسرائيل أن تخوض الحرب. أولها توفر الذخائر وتحديدا القذائف الذكية، لأنه هناك مضادات للطائرات في لبنان ليس مثل غزة، والطائرات الإسرائيلية لا تستطيع استعمال القنابل الغبية والقذائف الغبية، يعني أن تغوص وتقصف عن قرب، هي تقصف عن بعد، وفي القصف عن بعد تستعمل القنابل الذكية التي يعني على إسرائيل بحاجة إليها من الولايات المتحدة، هي لا تصنعها محليا وهي ليست متوفرة سوى في الولايات المتحدة. يعني بدون موافقة أمريكية ووعد أمريكي بتزويد إسرائيل بالذخائر، أستبعد جدا أن تخوض إسرائيل الحرب. الأمر الثاني هو الوضع الاقتصادي في إسرائيل، لأن حربا مع حزب الله هي يعني ستشل الحياة الاقتصادية في إسرائيل، والاقتصاد الإسرائيلي يعاني من أزمة عميقة أصلا، فهذا سيزيد الطين بلة، خاصة وأنه يعني سيكون هناك استدعاء واسع لقوات الاحتياط. الأمر الثالث هو الشرعية الدولية، يعني إسرائيل لا تستطيع أن تخوض حرب دون أن يكون لها يعني ظهير دولي، بالأخص من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. لا يبدو دكتور جمال، إسرائيل لا يبدو أن بنيامين نتنياهو يضع أي اعتبار لكافة النقاط التي ذكرتها، لا الأوضاع الاقتصادية المتردية ولا حتى علاقة إسرائيل مع شريكتها وحليفتها الأولى والظهر والسند الذي يسند إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا لوضع الجيش الذي يخوض حربا لتسعة أشهر على جبهتين لم يحقق فيها أي من الأهداف التي أعلنها حتى اللحظة. فإلى ماذا يقود بنيامين نتنياهو إسرائيل في هذه اللحظات؟ وإلى أي مدى يمكن للفلسطينيين أن يعولوا على ذلك الوضع المتردي سياسيا داخل إسرائيل؟
أول شيء يخطئ من يظن أن عندنا نتنياهو ليس عنده حسابات، عنده حسابات لكن هي حسابات مختلفة عن حسابات المؤسسة العسكرية ومعارضيه في إسرائيل، حساباته تختلف، لكنه لا يستطيع أن يخوض حربا بدون قذائف يعني أو بدون وعد، لأنه إذا هذه الحرب ستستمر لمدة طويلة وإسرائيل بحاجة لكم هائل من القذائف في حرب مع لبنان، وأيضا إسرائيل ستتعرض لقصف يعني صاروخي غير مسبوق وسيؤدي إلى آلاف القتلى الإسرائيليين وشل الحياة وربما تدمير بنى تحتية. المسألة ليست هينة بهذا الشكل، حتى بنيامين نتنياهو سيعمل 1000 حساب قبل أن يدخل في مغامرة غير محسوبة من هذا النوع. وأنا يعني دعي كل شيء، إسرائيل لن تستطيع أن تخوض الحرب بدون توفر الأسلحة والقذائف. هذه الآن الولايات المتحدة تقول لا تريد هذه الحرب وأن هناك إمكانية لحل سياسي. فلهذا السبب أنا أستبعد أن يعني يركض نتنياهو ويسرع إلى خوض حرب، لكن قد يقوم بتصعيد ما في على الجبهة الشمالية. أيضا هو لا يستطيع أن يخوض حرب على جبهتين، يعني دعنا نقول ذلك، الجيش الإسرائيلي، كل الاستراتيجيين الإسرائيليين وحتى أقرب الناس على نتنياهو مثل الجنرال عامر دروير يقولون أن الجيش الإسرائيلي ليس جاهزا لحرب على جبهتين، وأنه يجب التوصل إلى تهدئة جبهة واحدة والتفرغ للجبهة الثانية. هل تفعل إسرائيل ذلك؟ نحن لا نعرف حقيقة، يعني إذا كان هذا القرار سيتخذ ليس هناك أي مؤشر حاليا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق على هذا التوجه. الجيش يطلب، هكذا نشرت اليوم، تناقل المتحدثون المقربين من الجيش بأنه الجيش يطلب أن يكون هناك تجميد للعملية العسكرية في رفح للتفرغ للمنطقة الشمالية. لكن يجب أن ننتبه أن إسرائيل ليست كلية القدرة ونتنياهو ليس كلية القدرة، هناك مشاكل اقتصادية عويصة لا يستطيع نتنياهو أن يتجاهلها، هناك مشكلة ذخائر وهناك قضية شرعية دولية. إذا وضعنا هذه المعطيات دكتور بدون جمال الغطاء الأمريكي في بدون الغطاء الأمريكي، نعم، إذا وضعنا هذه المعطيات التي ذكرتها جميعها في إطار الضغط الأمريكي لأجل إنجاز صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار، حتى في ظل ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من إلقاء باللائمة على حركة حماس في الوقت الذي لم تجب فيه إسرائيل بأي لحظة من اللحظات بالإجاب على هذه الصفقة، ولم تؤكد حتى اللحظة أنها هي التي قامت بإعلانها على لسان بايدن كما قال في ذلك الإعلان، هل بهذه المعطيات نحن أمام لو قلنا حتى زحف إسرائيلي بطيء لأجل الوصول فعلا إلى صفقة ولكنها تلاعبات للضغط على حماس؟ أنا أرى أن الصفقة مع هذه الحكومة مستحيلة، هي كانت مستحيلة أصلا بوجود أيزنكوت وغانس اللذان يعني دفعا وأرادا أن تكون هناك صفقة بعد خروج أصلا هما استقالا، يعني هذه الاستقالة هي خير دليل على أن الصفقة بعيدة وشبه مستحيلة. لو كان هناك صفقة في الأفق لما استقال أيزنكوت وغانس، وهما قالا ذلك بوضوح أنهما يعني يستقلان لأنه الجيش أو الإسرائيل لا تحقق أهداف الحرب، وفي مقدمتها بنظرهما هي قضية صفقة التبادل. الحكومة الإسرائيلية الآن تتعلق ببين غفير وسموتريتش، وإذا توصل أراد نتنياهو عقد صفقة فحكومته ستسقط حتما. لهذا السبب أنا باعتقادي أن الصفقة بعيدة جدا جدا. شكرا جزيلا دكتور جمال زحالقة النائب السابق بالكنيسة الإسرائيلية، كنت معنا عبر الإنترنت من الناصرة، لك جزيل الشكر.